حضر معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية حفل الاستقبال الذي أقامته مجموعة الصداقة البحرينية البريطانية البرلمانية بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، وذلك في مجلس العموم البريطاني بمناسبة زيارة معالي وزير الخارجية للمملكة المتحدة وانعقاد الاجتماع 12 لفريق العمل البحريني البريطاني، وبحضور كبير من الوزراء والدبلوماسيين والنواب والإعلاميين، يتقدمهم سعادة الدكتور أندرو موريسون وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة خارجية المملكة المتحدة، وسعادة السيد كونور بورنز وزير الدولة لشؤون التجارة في المملكة المتحدة، والنائب رحمان تشيتي المبعوث الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة لحرية الدين والمعتقد. وأعرب معالي وزير الخارجية في كلمته الترحيبية عن سعادته بحضور الحفل والالتقاء بمجموعة كبيرة من أصدقاء مملكة البحرين واعتزازه بروابط الطيبة معهم، مؤكدا عمق علاقات الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الممتدة لأكثر من 200 عام، وتحديدا منذ عام 1816، والقائمة على التعاون والعمل المشترك على كافة الأصعدة والمجالات السياسية والثقافية والاقتصادية، والاهتمام المشترك من قبل البلدين لتعزيز الأمن والتنمية في المنطقة والعالم أجمع. ومن جانبه أكد العقيد بوب ستيوارت رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية عن تقديره لحضور معالي وزير الخارجية حفل الاستقبال، مؤكدا أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وسعيه من خلال رئاسته للمجموعة إلى تعزيز التعاون القائم بما يعود بالنفع والفائدة لشعبي البلدين الصديقين، وأشار إلى أهمية استمرار التواصل بين المسؤولين في البلدين.